بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن وسلسلة نشاطات قيادة الفرقة السابعة ضمن قاطعة الغربية هي زيارات الميدانية المتكررة للوحدات. البارحة واليوم احنا في قاطع اللواء السابع اللواء 27 واللواء الثامن على الشريط الحدودي العراقي السوري. اليوم احنا تحديدا في منطقة تل الصفوق، هي النقطة الأخيرة والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات نينوى. الغرض من هذه الزيارة حقيقة التأكد من جاهزية القطاعات والاستعداد القتالي قائم، والحمد لله لقينا الأمور طيبة إن شاء الله. هناك بعض الملاحظات سلمناها الأخوة أمري الوحدات وأمري التشكيلات، وإن شاء الله في الزيارات القادمة نلقى الوضع أفضل. إضافة يعني حقيقة نذكرها للتاريخ، اللواء هذا 27 واللواء الثامن إضافة إلى واجب مراقبة الحدود يكلفون أيضا بواجب ضمن قاطع المنطقة الغربية ضمن قيادة عمليات الجزيرة في قاطع الفرقة السابعة. قبل أيام دخلنا في قاطع عمليات نينوى وشاركنا مع عمليات نينوى، كان الأخ آمر اللواء السابع وآمر اللواء الثامن مشتركين بالواجب، لهم المحور الثالث اللي هو اللي انطلق من الحدود العراقية السورية باتجاه قاطع باتجاه الواجب منطقة الواجب باتجاه مدينة الحضر. طلع على الأمور الاستعدادات القتالية للوحدات كافة من خلال الحركات الفورية للقطعات، ومن خلال تفتيش كامل للأسلحة والأعتدة، ومن خلال أيضا التدريب المقاتلين، طلع على تدريب المقاتلين للتدريب الفردي وتدريب الإجمالي وتدريب على الأسلحة وتدريب على المهارات الإضافية الأخرى. وأيضا أكد السيد القائد خلال زيارته على أن نكون على هبة الاستعداد لأي واجبات أخرى تعطى أو تكلف بها يكلف بها اللواء الثامن، بالإضافة إلى واجبنا الرئيسي اللي هو مسك الحدود. بالتأكيد القطاعات المنتشرة على الخط الحدودي العراقي السوري، كافة القوات الأمنية ماسكة الحدود بقوة، وتبادل رؤية بين نقطة وأخرى، وهذا يعتبر خط مانع قوي جدا يفصل الحدود العراقية عن الحدود عن السورية الأراضي السورية. وتأكيد القادة ضمنها قادة عملية الجزيرة وقادة عملية المشتركة والمراجع العليا أنه الحدود مؤمنة والحدود مصانة. يبدأ قاطع الفوج الثالث لواء 27 من شروط الحدودي 15 عقدة وخمس عقدة على الشارع العام، ساترين، ساتر ويا الجانب السوري وساتر ويا جانب الصحراء الطريفاوي. يبدأ بالأربع سرايات، السرية الأولى وثاني وثالث ورابع موزعين على شكل تنظيمي مضبوط، وجايين هنا نحمي ارضنا وارضنا في سبيل اي واحد يريد يعبر الاراضي العراقي نقص ايده وما نخليه. اليوم تشرفنا بزياره السيد قائد الفرقه السابعه، وهي من الزيارات المستمره بالنسبه لنا اضافه الى زيارات السيد قائد عمليات الجزيره. واليوم زياره السيد قائد الفرقه السابعه هي اولا تفقد القطاعات والتحصينات والوضع الامني، وكذلك تفقد القطاعات من حيث التهيئ للتفتيش، وذلك لقرب التفتيش بالنسبه للمفتشيه العام القوات المسلحه، واحنا متهيئين
من كافة الجوانب، من جانب التحصين وكذلك من جانب الأمني، والقطاعات متهيئة لصد أي هجوم أو أي تسلل من قبل العدو الداعش.